لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في صورة حديثة، الفنان صالح كروت يهنئ الجزائريين بعيد الأضحى. هنأ الفنان والممثل الجزائري صالح كروت المعروف باسم صويلح كافة الشعب الجزائري بعيد الأضحى المبارك. وظهر الفنان صويلح في صورة حديثة صبيحة اليوم السبت برفقة المنشط إبراهيم، وكتب صالح كروت: ومع صباح أول أيام العيد، ربي اجعل لكل حزين سعادة، ولكل من يمر بضيق فرج له، ولكل داع إجابة، ولكل مريض شفاء يا رب، ما خاب من قال يا رب. وعلقت زوجته على المنشور قائلة: ادعوا له أحسن ما تقتلوه. ربنا يحفظ الفنان الكبير صالح كروت ويشفيه في أسرع وقت، ويحفظه للشعب الجزائري ولنا جميعا، أمين يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء. أتذكرون الفنان الجزائري صالح كروت؟ شاهده الآن بعمر 61 سنة، ولن تصدق من هي زوجته. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنان الجزائري القدير صالح كروت، والذي يتواجد في فرنسا حاليا للعلاج من المرض. وظهر النجم المحبوب في الصورة المتداولة مع الديجي كيم، وبدأ في حالة أحسن بعد رحلة علاج طويلة. تجدر الإشارة إلى أن الممثل القدير كروت يتواجد بفرنسا للعلاج بعد إصابته بثلاثة أورام سرطانية، حيث تكفلت السلطات العليا للبلاد بنقله إلى هناك على متن طائرة خاصة لتلقي العلاج اللازم. وجه إبراهيم إربن رسالة لوالدته المخرجة والمنتجة الجزائرية فاطمة بالحاج، والتي تتواجد مع زوجها النجم صالح كروت الذي يتلقى العلاج بفرنسا. ونشر إربن صورة لوالدته مع النجم صالح كروت على صفحته في إنستغرام، وكتب: أريد أن أحيي هذه السيدة العظيمة الراقية على حبها وشجاعتها لأكثر من 10 أشهر مع صالح، تعتني به يوميا ليلا ونهارا دون راحة، وأحيانا ليال بلا نوم، أخبار سيئة كل يوم تقريبا، أسابيع طويلة وسوداء، ولم تستسلم أبدا عندما تمنع من البقاء معه كل يوم. المتر كل صباح عدة كيلومترات للذهاب إلى المستشفى، والحمد لله بدعويكم دايما تخرج على خير. كما استنكر إربن الشائعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صحة زوج والدته الفنان القدير صالح كروت، موجها لهم رسالة شديدة اللهجة قائلا: ربي يطول في عمركم، ربي يشفي جميع مرضانا إن شاء الله. والناس اللي راهي تنشر في الإشاعات ولو بمنشور منقول هتتحاسبوا عند ربي. الفنان القدير صالح كروت بيتميز بشخصيته المرحة وبإتقانه للعديد من الأدوار. هنعرف في فيديو النهاردة ديانته وجنسيته وحقيقة وفاته، كمان هنعرف من هي زوجته وأنجح الأعمال الدرامية والفكاهية على المستوى المحلي اللي قدمها. صالح كروت اللي عمل أدوار كتير ناجحة وتقاسم البطولة مع كوكبة من الفنانين الجزائريين ومع ألمع المحلي
المخرجين المحترفين سمحت لي خبرته في التمثيل واحترافه الخرافي في انه يتقمص الادوار اللي مش هينساها المشاهد الجزائري، لانه فعلا استحق بالاجماع لقب ايقونة الفن الجزائري الفريدة، وده بسبب اللي قدمه خلال مسيرته الفنية والاضافة اللي لمست كل شرايح المجتمع الجزائري. بنتمنى ليه الشفاء العاجل والعودة لحضن تراب الوطن الأم الجزائر. صالح أكروت بيعرف باسم صويلح أو صالح جاء الماء، اشتهر في الفترة الأخيرة باسم عاشور العاشر، الشخصية اللي أبدع فيها رفقة فنانين متميزين أبطال السلسلة الفكاهية السلطان عاشور العاشر اللي كانت بتذاع خلال شهر رمضان 2015 و2017 إلى جانب فقيد الشاشة المرحوم بلاحة بن زيان اللي غادر عن عالمنا في 2 من شهر مايو من السنة الجارية، والفنانة القديرة بهية رشدي والنجمة ياسمين عماري مع مشاركة الفنانة التونسية كوثر الباردي اللي أدت دور نورية. صالح أكروت فنان ومقدم تلفزيوني وإذاعي وكاتب سيناريو، ولد في 22 مارس 1961 في مدينة بريف لاغايارد بفرنسا، وتزوج من المخرجة الجزائرية فاطمة بالحاج اللي أنجب منها بنته نسيبة، وقام بتقديم حصة إذاعية بعنوان معا للحياة معنا عبر قناة القرآن الكريم، وعمل برنامج مسابقات كوميديا فن الجزء الثاني على تلفزيون الجزائر. والده رياضي، وصالح أكروت من الناس اللي بتحب المسرح منذ الصغر. المشاهد الجزائري عرف صالح أكروت من خلال الأغنية الكوميدية جاء الماء. من أجل الاحتراف انضم الفرقة مسرحية في البليدة، عندها تم اكتشافه من أحد المخرجين واللي عرض عليه أول دور في فيلمه بعنوان كارنفال في دشرة. بعد كده ظهر في ظواهر وسلوكات ثم سكتشات تلفزيونية. الفنان الكوميدي اللي استطاع بامتياز انه يكتسح عالم الفكاهة ببساطته اللي لمع من خلالها بسبب روحه القريبة من المواطن البسيط. زوجته فاطمة بالحاج اتولدت في دولة الجزائر العربية عام 1963 في غليزان، وليها العديد من الأعمال الفنية في مجال التمثيل والإخراج، وتلقت دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت بدرجة البكالوريوس، وبدأت عملها الفني بعد تخرجها من الجامعة وهي بنت الفنان الكبير زين العابدين، وشاركت في العديد من الأعمال اللي لاقت نجاح كبير في الوطن العربي. من أعمال زوجة صالح أكروت فاطمة بالحاج مسرحية البيت، ومن أعمالها في الإخراج الفقر الشهري والعملة الوطنية في عام 2007، القلعة عام 1989، وبلوز الصحراء والشبكة هي ريحة وين ومصير دموي. ومن أعمالها في المسلسلات انظر وانظر سترى مكتوب في عام 2001. تزوج الفنان صالح أكروت من الفنانة الجزائرية الشهيرة فاطمة بالحاج، وكان هذا الزواج في بداية عملها الفني منتصف التسعينيات، وأنجبت ليه نسيبة وإبراهيم وزبيدة، وقدمت الفنانة فاطمة أبنائها عن أي عمل فني أو ظهورهم في المواقع الإخبارية أو البرامج الفنية، وهي ابنة الفنان القوي زين العابدين. كان في أخبار كتير قبل كده اتصدرت مواقع البحث الشهيرة كانت بتتكلم عن وفاة الفنان الجزائري صالح أكروت، وتصدرت قبل كده مواقع البحث عبر الانترنت، والجمهور ما كانش يعرف الحقيقة وكانوا بيتسألوا يا ترى ما هي الحقيقة. وزيرة الثقافة والفنون ملكة بن دودة ردت عليهم ونفت الكلام اللي تم تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي حول تدهور صحة الفنان صالح أكروت، وقالت انه قبل كده كان بيتلقى العلاج من السرطان في مستشفى بفرنسا، وقالت انها تواصلت مع عائلة الفنان واكدت انه بيواصل حصص علاجه بكثير من الصبر وابتسامته المعهودة. الاشاعات اللي بتطاله في كل مرة دون تحقق مؤذية ليه ولعيلته ولينا كلنا، ياريت نفكر قبل ما نكتب أي خبر ممكن يأذي الآخرين. صفحة الفنان على الفيسبوك نشرت منشور طمنت فيه متابعيه على صحته، وقالت إنه بيتأثر بسبب الإشاعات، وقال أكروت أنا بخير الحمد لله، شكرا على سؤالكم أحبتي، والله يهدي ما خلق. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا في الجزائر صورة ادعى نشروها انها بتظهر الممثل الجزائري صالح أكروت وهو يركض على سرير مستشفى، لكن الصورة مركبة لان النجم الجزائري يخضع للعلاج فعلا.
لكن الصورة غير حقيقية، وتضمن المنشور صورة بتظهر الممثل الجزائري على سرير مستشفى، وأضيفت إليها صورة زوجته الممثلة الجزائرية فاطمة بالحاج وهي تبكي. وجاء في التعليق المرافق: صالح أكرود في حالة صعبة ويحتاج دعواتكم، هو الذي صنع الابتسامة في وجوهنا والآن يحتاج لنا. وحظيت الصورة بمئات المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في الجزائر، وآلاف التعليقات اللي كانت بتتمنى الشفاء للممثل الجزائري المعروف سويلح. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.